بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هيثم شرف في اكتشينج 2010. هنبدأ بإذن الله بأوفر فيو عن الاكتشينج 2010. ناس كتير جدا بتخاف من منتج الاكتشينج، باعتباره من أصعب منتجات مايكروسوفت، على العكس إن هو من أسهل منتجات مايكروسوفت. اكتشينج 2010 منتج محترم جدا، منتج سهل جدا، منتج بيقدم لك خدمات لا حصر لها، من احسن منتجات مايكروسوفت. ومايكروسوفت فعلا ابدعت في اكتشينج 2010 من حيث الفيتشرز، من حيث السيرفيس اللي هو بيقدمها. تعالوا معانا كده نتعرف يعني ايه اكتشينج 2010، والمنتج ده بيقدم لي ايه بالظبط. اول حاجة هو بلاتفورم للايميل سيرفيسز، بيعمل انهانس للبيزنس كوميونيكيشن. بمعنى انا عشان ابدا اعمل بيزنس كوميونيكيشن محتاج اقرب الناس من بعض، محتاج اسهل عمليه الاي كوميونيكيشن، لما حد يبعت ميل لحد اند سو اون، محتاج اسهل الدنيا قوي. فالاكتشينج 2010 بيسهل او بيعمل انهانسمنت، تحسين او تعزيز للبيزنس كوميونيكيشن عن طريق ان هو بيقدم الايميل كابابيلتيز للشركه. طب بيقدم لي ايه تاني؟ بيخدم شغلي، بيقدم لي حاجتين مهمين جدا، ودول برضو انا بعتبرهم بيزكس مش فيتشرز، لا ده دول بيزكس. حاجه اسمها كالندر وكونتاكت مانجمنت. الكالندر والكونتاكت مانجمنت من 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 يعني من اهم البيزكس بتاعت الاكتشينج او اي منتج تاني بيقدم الايميل سيرفيسز. كونتاكت مانجمنت يعني ايه؟ كونتاكت مانجمنت يعني ان انا ممكن سهل جدا ان انا عشان ابعت ميل لزميل او لحد بره الشغل، سهل جدا ان انا ايه اسيرش عليه في داتابيز عندي واقدر ابعت له ميل بسهوله. هو ده باختصار يعني ايه كونتاكت مانجمنت. طب يعني ايه كالندر اكسس؟ ان هو بيتيح لي فرصه ان انا اكسس الكالندر بتاعتي، لو فيها اي ميتنجز، لو فيها اي حاجه ممكن ايه سهل جدا ان انا اسيرش فيها. نمره 2، انا ممكن اعمل حاجه اسمها كالندر شيرنج، يعني اشير الكالندر بتاعتي مع السكرتيره بتاعتي او مع اي زميل او حتى الجديد مع اي حد خارج شركتي، بحيث احنا نعرف مواعيد بعض and so on. ايه تاني؟ ان هو بيديني anywhere access، يعني انا ممكن اكسس الايميل بتاعي من اي حتة في الدنيا through browser، اي نوع browser، سواء internet explorer، netscape، safari، google chrome، whatever هو ايه. وممكن برضو اكسس through الموبايل ديفايس بحاجة اسمها اكتشينج اكتيف سينك، او ثرو الاوتلوك كلاينت بتاع مايكروسوفت، او حتى ثرو الفون، ثرو حاجه اسمها اليونيفايد كوميونيكيشن. فدي كلها فيتشرز مهمه جدا، وانا بعتبرها ان هي بيزكس، لسه ما كناش على ايه الجديد. طيب الاكتشينج 2010 بيديني ايه؟ طبعا هو بيديني التيبيكال ايميل سيرفيسز اللي انا بحتاجها، يعني ما فيش كلام، اللي هو بيعمل ايه انهانسمنت للبيزنس كوميونيكيشن. ايه تاني بقى؟ قال لك برضو بيكونتينيو الكونسبت اوف سيرفر رولز. يعني ايه سيرفر رولز؟ ده مصطلح مستحدث من اكتشينج 2007. مايكروسوفت بقى لها فتره كده اتجهت لحاجه اسمها التخصص او الرولز، الادوار. لو احنا خدنا بالنا في اكتشينج 5.5 او 2000 او 2003، كل الفكره ان هي ايه، ان انا كنت باجي اجيب سيرفر واجيب اسطوانه الايه 2003 او 2000 وابدا اعمل انستليشن، في الاخر بينزل لي ايه بالك اكتشينج. طيب لما بيجي يحصل لي اعطال بيبقى معتمد على الخبره ان انا يعني ان انا اعالج الاعطال دي. بمعنى ما كنتش اقدر احط ايدي على عطل بعينه، لازم يكون عدى عليا وانا قبل كده حليته.
برضو انا عايز اقرب الصوره. قبل كده كان بينزل اكشينج از بالك اكشينج، يعني اكشينج ده بيقدم لي كل الفيتشرز اللي انا عايزها واللي مش عايزها. جم في اكشينج 2007 قال لك لا، احنا مش عايزين نكرر نفس الغلطه دي بتاع كل مره. والراجل اللي هو اكشينج ادمنستور ده يتعب ويقعد يسيرش ويبقى عنده مجهود جدا ان هو يعمل ايه ترابل شوتنج. لا، احنا هنقسم الايميل سيرفيسز دي لايه؟ لرولز، لادوار. فالناس كتر خيرهم عملوا حاجه اسمها فايف سيرفر رولز. قال لك في الاخر الاكشينج ده بيقدم لك خمس ادوار، ايه هما؟ كذا وكذا 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 وكذا. طيب يعني انا هقسمها ادوار؟ قال لك اه، انا هقسمها ادوار. ليه؟ عشان لو انا عندي مشكله في دور واحد اعرف اروح للدور ده واعمل له ايه؟ ترابل شوتنج. يبقى عمل حاجه اسمها ديديكيشن للايميل سيرفيسز عن طريق حاجه اسمها سيرفر رولز. قسم الايميل سيرفيسز ده ادوار، فايف رولز. الجديد في 2010 ان هم عمل حاجه طفره انا في رايي، وهي هتخلي اشتراكات تنزل تشتري بسرعه الاكتشينج 2010 او تعمل ابجريد لل 2010. عملوا انهانسمنت للهاي افيلابيلتي والسايت ريزيلينسي. بمعنى كان انا عندي مشكله، يجي يقول لك ايه الراجل بتاع الراجل بتاع الاكتشينج، يقول لك انا فاهم اكتشينج 10 على 10، لكن انا عندي مشكله لما باجي اعمل ايه كلاستر. يقول لك يعني ايه كلاستر؟ طب انا مش فاهم، هتقولي راجل بتاع ايه؟ بتاع الانفراستراكشر، هو الراجل ده اللي ايه اللي هيقدر يعمل لي كلاسترنج، لان خبرتي في الكلاسترنج مش قد كده. طب انا عايز اعمل هاي افيلابيلتي، يعني بحيث لو السيرفيس وقعت يحصل لها شيفتنج على سيرفر تاني، لو الداتابيز وقعت يحصل لها شيفتنج على داتابيز تانيه، and so on. طب ولو عندي فرع وقع ايه اللي يحصل؟ and so on. يبقى انا محتاج اعمل حاجه اسمها هاي افيلابيلتي. في اكشينج 2007 عملوا اكتر من هاي افيلابيلتي سوليوشن، حاجه اسمها ال سي ار وسي سي ار وسي سي and so on. فجم في 2010 قال لك لا لا لا، احنا عايزين نرمي كل اللي فات ونبدا صفحه جديده في الاكشينج هاي افيلابيلتي. احنا عايزين نعمل سوليوشن جديد اسمه داتابيز افيلابيلتي جروب، وده هنتعرض عليه باذن الله قدام، اوكي، وهنشوفه. فعملوا تحسين في الحته دي بالذات، خلوا ان الدنيا افيلابل 24/7، سهل جدا، وممكن الراجل بتاع الاكشينج نفسه هو اللي يقوم بالدور ده، هو اللي يعرف يعمل كونفيجر وانستليشن للهاي افيلابيلتي نفسها. اي بنا مش هرجع وايه محتاج ان الراجل بتاع الايه بتاع الانفراستراكشر يجي عشان يعمل لي ايه الكلاستر اند سو اون. فخلوا الدنيا سهله جدا والدنيا مش محتاجه شغل كتير. تاني عملوا دور اسمه اليونيفايد كوميونيكيشن. ايه هي؟ ان انا ممكن بيبقى عندي يونيفرسال انبوكس، ده بيخش فيه فويس، بيخش فيه اي ميلز فويس، اي حاجه، اي فاكس، اي حاجه بتخش في الايه في الانبوكس بتاعي. ده عن طريق حاجه اسمها الايه يونيفايد كوميونيكيشن سيرفر. طيب محتاج اقعد مع نفسي كده واقدر اعرف يعني ايه سيرفر رولز. زي ما احنا قلنا ان في 5 رولز اتقسموا للاكشينج، او انا اسف الاكشينج اتقسم لخمس ادوار. قبل كده كان هو سيرفر واحد بيقوم بالخمس ادوار، سواء انا عايزهم انا مش عايزهم، الراجل ده بيقوم بالخمس ادوار. وكان عندي برضو مشكله في الترابل شوتنج، اني حته في الاكشينج فيها العطل، انا مش قادر احط ايدي على ايه العطل. فقسموا الاكشينج 2010 لخمس ادوار، حاجه اسمها الميل بوكس، حاجه اسمها الكلاينت اكسس سيرفر واحنا بندلعه بنسميه كاس، والهاب ترانسبورت والايدج ترانسبورت واليونيفايد كوميونيكيشن. اوكي، دول 5 رولز وهنتكلم عليهم كمان شويه كده باستفاضه. الميزه في يعني ان احنا قسمنا رولز
ان انا لو انا عايز محتاج دور فيهم هنزله، مش محتاج دور مش هنزله. قبل كده لا، اللي انا عايزه مش عايزه هضطر غصب عني انزله في الايه؟ في الاكشينج سيت اب. لا دلوقتي لا، يعني مثلا لو انا ايه مش عايز استخدم الايه؟ اليو ام اللي هو ايه؟ اليونيفايد، خلاص ما نزلوش. مش محتاج ايج، ما نزلوش. طب محتاج انزل حاجه معينه انزلها، ده براحتي. يبقى الدنيا بقت سهله جدا، وانا ساعتها بقى لو انا عندي مشكله في اي دور فيهم بروح جاري على طول على السيرفرز اللي هي ايه بتقدم الدور ده، واروح اعمل ايه ترابل شوتنج. مش محتاج اقعد اخمن واخش على جوجل اند سو اون. يبقى الدنيا بقت سهله جدا، والاكتشينج 2010 بقى سهل جدا وبسيط. طيب محتاج اتعرف على الفايف رولز الاول، بس ايه نتعرف على الشكل بتاعهم عشان لو في اي سلايد بعد كده باذن الله جت ابقى انا عارف ده صوره ايه وده صوره ايه اند سو اون. هم خمسه رولز: الهاب ترانسبورت، الميل بوكس سيرفر، الايج ترانسبورت سيرفر، الكاس سيرفر، اليونيفايد كوميونيكيشن سيرفر. انا عندي خمس اشكال تحت، اوكي محتاج ابص على واحد واحد فيهم كده واعرف. نمره واحد الميل بوكس سيرفر، باين اللي هو سيرفر وعنده صندوق فيه كل الميلز، وهتكلم عليه الراجل ده بيعمل ايه. عندي حاجه اسمها الكاس اللي هو كلاينت اكسس، يعني باسمه كده باين انه كلاينت عايز اكسس، فباين اهو شكل كلاينت اوكي، والراجل ده عايز اكسس الميل بوكس بتاعه. عندي حاجه اسمها يونيفايد كوميونيكيشن، باين ان انا ممكن ايه اتصل بايه تليفون واخش منه على الميل بوكس بتاعي. عندي حاجه اسمها هاب ترانسبورت، باين ان هو سيرفر اللي هو بينقل الميلز. عندي برضو الايج ترانسبورت، باين اهو الراجل ده هو اللي فيسنج الانترنت، الراجل ده هو اللي معاه كارت واقف بره، اي ميل داخل اي ميل خارج الراجل ده واقف له. فالراجل ده باين قدامك كده ان هو معاه بادج بيقول لك انا فلان الفلاني، لو عايز حاجه كلمني اند سو اون. طب تعالى بقى نتعرف على دور فيهم باستفاضه. قال لك اول حاجه الميل بوكس رول. طبيعي ان اي يوزر عندي في الشبكه محتاج مني ايه في الاخر من الاكشين سيرفر؟ محتاج ان هو يبقى ليه ميل بوكس عندي، بالعربي صندوق بريد يستقبل عليه ميلاته، صح؟ ويسند منه اي ميل خارجه بره سواء لزميله او لحد اوتسايد الايه الشركه بتاعتي. قال لي خلاص احنا هنعمل ديديكيشن لدور معين في الاكشينج. بيعمل ايه بقى الدور ده؟ اسمه الميل بوكس رول، بيهوست اليوزر ميل بوكسز. يعني الدور ده صاحب الدور ده بيبقى عنده ميل بوكس داتابيز بيخزن فيها الميل بوكسز بتاعت الناس فقط لا غير. يعني السيرفر ده او السيرفرز اللي هي عندها الدور ده الميل بوكس رول، السيرفرز دي وظيفتها في الحياه كلها ان هي تخزن الميل بوكسز بتاعت الناس. طيب نفترض ان في واحد بيبعت ميل لزميله، يعني سي انا هيثم اوكي وليا زميل اسمه احمد، انا عندي ميل بوكس على الميل بوكس سيرفر وهو عنده ميل بوكس على الميل بوكس سيرفر، انا عايز ابعت له ميل. طيب اسال نفسك سؤال، مين اللي هياخد الميل ده من الميل بوكس بتاع هيثم يوديه للميل بوكس بتاع احمد؟ مين هو؟ قال لك واحد اسمه الهاب ترانسبورت. الراجل ده دوره في الحياه ان هو يمانج الفلو اوف ترافيك تو اند فروم الميل بوكس سيرفر. يعني معنى صح، انا جيت هيثم اهو جه يفتح الايميل بوكس بتاعه، رحت ايه مكريت مسج
وعايز ابعتها لاحمد، فروحت قايل تو احمد فروم هيثم السبجكت هاي سند. ايه اللي يحصل ساعتها؟ الميل بوكس رول ده وظيفته ان هو ايه؟ يخزن ميل بوكسز فقط لا غير. طيب هو كده عنده ميل طالع من الميل بوكس بتاع واحد، هيروح رايح مكلم مين؟ الهاب ترانسبورت، يقول له استنى استنى، بقول لك ايه لو سمحت، ده هيثم كان ايه باعت ميل لاحمد، تعال خده من عندي وبعته للميل بوكس بتاع احمد. يروح الهاب ترانسبورت رايح واخد المسج دي من هيثم انبوكس، واخدها موديها لاحمد انبوكس او للميل بوكس سيرفر التاني، او اذا كان الاثنين على نفس السيرفر. يبقى الهاب ترانسبورت الراجل ده بيمانج الايميل فلو، يعني الـ لو في حد بيبعت ميل واحد للتاني او ايفن واحد بره، اللي هو بيمانج الدور ده الهاب ترانسبورت. طيب نفترض ان في واحد عايز اكسس الميل بوكس بتاعه زي ما احنا قلنا عن طريق براوزر، عن طريق موبايل، عن طريق الفون. طب بيكلم مين؟ قال له خلاص احنا هنعمل رول ديديكيتد، حاجه اسمها الكلاينت اكسس رول. الراجل ده دوره ايه؟ الراجل ده ممكن يبقى سيرفر واحد او اكتر من سيرفرز. الراجل ده وظيفته في الدنيا ان هو يستقبل الكونكشن من الكلاينت ويروح يفتح لهم الايه؟ الميل بوكس بتاعهم اللي على الميل بوكس سيرفرز. طب هيستقبل الكونكشن دي بأني اسلوب؟ ممكن يستقبل بالايه؟ موبايل، بال اوتلوك العادي، بوب 3، اي ماب، بالفون، باي طريقه. يبقى انا لما اجي افتح الميل بوكس بتاعي عن طريق اي نوع كلاينت لازم الاول بكلم مين؟ الكلاينت اكسس، هو الراجل ده بيستقبلني يقول لي انت مين؟ انت فلان الفلاني، اديني الايه؟ اليوزر نيم والباسورد بتوعك عشان ابدا ايه ادخلك على الايه؟ الميل بوكس سيرفر بتاعك، وعشان عشان ايه؟ عشان في الاخر افتح لك الميل بوكس بتاعك. اوكي؟ وانا ممكن اكسس الميل بوكس بتاعي من داخل الشركه انترنالي او اكسترنالي، من بره الشركه، من البيت، من السايبر، من اي حته في الدنيا. اوكي؟ يبقى لحد دلوقتي احنا ايه عايزين بس برضو نرجع نعيد ونزيد نقول ايه؟ لحد دلوقتي انا متعرف على الثري بيزكس رولز. اول واحد انا محتاج يبقى عندي ميل بوكس. قال لك اه خلاص احنا هنعمل سيرفر او سيرفرز ديديكيتد ان هي تعمل ايه؟ تهوست الميل بوكسز دي فقط لا غير. طيب محتاج ابعت ميل انترنالي ثرو الشركه، يبقى محتاج دور في الاكشينج ياخد الميل بوكس اسف ياخد الميلز من الميل بوكسز ويبدا يعمل لها ايه؟ ايميل راوتنج انترنالي. طيب محتاج اكسس الميل بوكس بتاعي اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج حاجه اسمها ايه؟ كلاينت اكسس، الراجل ده هيستقبلني بعد كده ايه؟ يدخلني على الميل بوكس بتاعي. طيب قال لك في حاجه اسمها اليونيفايد كوميونيكيشن رول، الراجل ده دوره ايه؟ الراجل ده ممكن يستقبل فويس ميل، يستقبل اي فاكس ويبعته عندي في الانبوكس بتاعي. طيب اخر دور احنا قلنا من شويه انا عندي حاجه اسمها الهاب ترانسبورت، ده بيعمل ايه؟ انترنال راوتنج للايه؟ مسج داخل الشركه بتاعتي. طب لو انا حبيت ابعت مسج خارج الشركه بتاعتي محتاج ايه؟ قال لك قال لك في الحاله دي انت محتاج مين؟ ايج ترانسبورت، الراجل ده بيقف حائل ما بين الانترنت والشركه بتاعتك. طب ايه الميزه؟ قال لك لو انت عايز تبعت ميل بره ابعت له الميل وهو هيعمل له فورورد على الايه؟ على الانترنت. ولو اي حد من بره بيبعت الراجل ده بيستقبل الميل ويدخله ايه؟ جوه للميل بوكس بتاعك. اوكي؟ طب عنده مزايا ايه؟ قال لك نمره واحد عنده حاجه اسمها انتي سبام وانتي فيروس.
انتي سبام، لو حد بيبعت من بره سبام الراجل ده ممكن ايه يعمل له بلوك، ولو حد بيبعت لي من بره فيروس نفس القصه الراجل ده ممكن يعمل له ايه بروتكشن، ونفس القصه برضو من جوه، يعني لو حد من جوه بيبعت سبام الراجل ده ايه هيوقف السبام، لو حد من جوه بيبعت فيروس بره الراجل ده هيعمل له ايه بروتكشن. بروتكشن نمره ثلاثة، الراجل ده ممكن اعمل عليه حاجه اسمها ترانسبورت رولز. يعني ايه ترانسبورت رولز؟ يعني اجي اقول ايه، لو احمد عايز يبعت للهوت ميل بعد اذنك اعمل دروب للايه للمسج دي. انا بطبيعه الحال بفتح الميل بوكس بتاعي بكريت مسج لاحمد ات هوت ميل، ايه اللي هيحصل؟ الميل بوكس بتاعي هيروح بكلم مين؟ الهب، يقول له ايه خد المسج دي اديها لمين؟ لاحمد ات هوت ميل. يجي الهب يقول له ايه لا 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 ده انا بعمل راوتنج للميل انترنالي بس داخل الشركه. يبقى انت احمد ات هوت ميل ده واحد بره. طب انا هفورورد المسج دي على مين؟ على الايدج ترانسبورت. ليه؟ ان هو المسؤول ان هو يبعت الميلز بره ويستقبل الميلز من بره. هو ساعتها هيعمل ايه؟ هيعمل تشيك للسبامز، هيعمل انتي فيروس بروتكشن، وهيبص هل في رول تمنع ان احمد ده يبعت بره عن سؤال. اوكي، يبقى باختصار، معلش انا بعيد وازيد، لكن محتاج اتعرف كويس باستفاضه على الفايف رولز. انا عندي فايف رولز، منهم 3 رولز بيزك رولز ما ينفعش اشتغل الا بيهم، لازم في اي اكستشينج في الدنيا يبقى عندي الثري رولز دول مهمين جدا، الميل بوكس رول، الهاب ترانسبورت، الكلاينت اكسس رول. الميل بوكس رول دوره في الدنيا ان هو يخزن اي ميل بوكسز انا اعملها، ويحط الميل بوكس في ايه داتابيزز اقدر انا ايه اتعرف عليها واقدر امانج الدنيا فيها. نمرة 2، عشان ابعت ميلز انترنالي محتاج يكون عندي هاب ترانسبورت رول. الراجل ده بيعمل فورورد للمسج انترنالي داخل الشركة. طيب محتاج اكونكت على الميل بوكس بتاعي، افتحه يعني معنى صح، يبقى محتاج يكون عندي كلاينت اكسس رول. الراجل ده هيستقبلني باي كوميونيكيشن ويبدا يدخلني على الميل بوكس بتاعي اللي هو على ميل بوكس سيرفر عندي. طيب لو انا عندي اديشنال سيرفيسز او رولز زي الايه اليونيفايد، لو انا عايز يعني ايه ادخل فويس يبقى محتاج يبقى انا عندي يونيفايد رول كوميونيكيشن. الراجل ده هيستقبل مني فويس او مسج او فاكسات ويحطها عندي في الانبوكس، يبقى انا عندي يونيفرسال انبوكس في اكتر من نوع سواء فويس تكست فاكسز اند سو اون. عندي دور خامس اسمه الايدج ترانسبورت، وده مسؤول عن الاكسترنال ايميل راوتنج. لو عايز ابعت ميل اوتسايد محتاج ابعت له هو المسج يعمل لي عليها فلتريشن انتي سبام انتي فيروس، ولو في اي رولز انا بطبقها بيعمل لها بلوك او الاو اند سو اون. طيب واحد يسالك سؤال يقول لك طب انا عندي الشركه صغيره شويه، يعني انا شغال في سمول انفايرمنت، هل لازم اعمل هاب ترانسبورت واعمل ايج ترانسبورت؟ اقول له لا، ممكن ساعتها الهاب ترانسبورت يقوم بالاثنين، بالانترنال ايميل راوتنج والاكسترنال ايميل راوتنج، يبقى ساعتها انا ايه مش محتاج ايج ترانسبورت. لكن ساعتها هقدر او لازم انزل الانتي سبام فيتشرز والانتي فيروس على الهاب ترانسبورت، بحيث ان هو ايه اللي هيستقبل الميلز من بره وهو اللي هيسند الميلز من جوه. اوكي، رأي شخصي ان احنا كده قدرنا نلم يعني ايه فايف رولز. طيب عايزين نتكلم كلام شيك. قال لك سيرفر رولز ان اكشن. طبعا واحد يسألك سؤال يقول لك ينفع انزل اكشينج
في ورك جروب ولا لا؟ نعيد السؤال تاني. السؤال بيقول لك هل ينفع انزل اكتشينج في ورك جروب انفايرمنت؟ طبعا الاجابه ما ينفعش، ما ينفعش اطلاقا. ليه؟ ان لازم يبقى عندي اكتف دايركتري وعندي دي ان اس، وهعرف ليه كمان شويه وهنشرحها بالتفصيل عشان دي اهم حته في الاكتشينج لازم اعرفها ولازم اتعرف عليها بشكل مظبوط وافهم ايه علاقه الاكتشينج بالاكتف دايركتري وليه ان لازم يكون في الانفايرمنت بتاعتي دومين كنترولر او اكتف دايركتري دايركتري سيرفيسز. طيب من ضمن الخمسه رولز اللي احنا قلنا عليهم من شويه اللي هو ميل بوكس رول والكلاينت اكسس رول والهاب ترانسبورت رول واليونيفايد كوميونيكيشن والايدج ترانسبورت، الخمسه رولز دول، طيب السؤال هل دول سيرفر واحد ولا اكتر من سيرفر؟ طب كل دور فيهم متوزع على سيرفر ولا على اكتر من سيرفر؟ احنا بنسمي الاكتشينج عامه عندنا اسمه ايه؟ اكتشينج اورجانيزيشن، يعني اكتشينج على مستوى الاورجانيزيشن، ده لا يعبر ان هو سيرفر واحد. بالعكس كلمه اكتشينج يعني ممكن يبقى عندي 40 سيرفر، 50 سيرفر، 150 سيرفر، في الاخر دول كلهم انا بسميهم اكتشينج اورجانيزيشن. فمعنى المين بوكس رول ده دور عندي في الاكتشينج، هل بيقوم بيه سيرفر واحد؟ لا، ممكن يبقى بيقوم بيه سيرفر واحد او اكتر من سيرفرز، في الاخر كلهم بيقدموا ايه؟ الرول ده. عشان كده لما اجي اقول الاكتشينج سيرفر، لا غلط، اكتشينج اورجانيزيشن. ليه؟ احنا مش اكتشينج 2003، لا احنا 2010، يعني متقسم ادوار زي ما انا قلت من 5 دقايق كده. انا ممكن يبقى عندي 40 سيرفر في الاخر كلهم بايه؟ بيقدموا اكتشينج. ممكن يبقى عندي 4 كاس، 5 هاب، 6 يو ام، ايدج واحد او 2 ايدج، و20 ميل بوكس رول. في الاخر دول كلهم بيعملوا سيمتريه اسمها اكتشينج اورجانيزيشن. نرجع تاني للاي سلايد دي اللي احنا كنا فيها وسبناها. طيب اني سيرفرز في الخمسه بيبقوا جوين دومين واني مش جوين دومين؟ قال لك في اربعه سيرفرز او اربعه رولز، انا اسف عشان برضو ابقى انا واضح، اربعه رولز هم دول اللي بيبقوا جوين دومين سواء سيرفر او اكتر من سيرفر. يعني لما اجي اقول كده ميل بوكس رول ده تحتمل ان انا بتكلم على سيرفر واحد او اكتر من سيرفر، لما اجي اقول كاس رول يبقى كاس واحد او اكتر من كاس سيرفر. طيب الاربعه اللي هما بيكونوا جوين دومين او في الانترنال نتورك هما الكاس والميل بوكس رول والهب واليونيفايد كوميونيكيشن سيرفر، دول الاربعه اللي هما لازم حتما ولا بد يبقوا جوين دومين وايه ممبر سيرفر من الدومين. طيب وموجودين في الايه؟ انترنال. في منهم ثلاثه بيزكس لازم يكونوا موجودين لا محال، اللي هما الهب والكاس والايميل بوكس. اليونيفاي ده اوبشنال، عايز انزله اوكي، مش عايز خلاص. طيب الايدج ده الراجل ده ما ينفعش يكون جوين دومين، لازم يبقى في ايه؟ بارامتر نتورك او في دي ام سي، في سكرين سبنت. بمعنى الميل وهو طالع من عندي لازم يتفلتر، وهو داخل لي لازم يتفلتر، سواء انتي سبام، انتي فيروس، او ترانسبورت رولز. طيب ايه الحكمه ان هو يبقى بالجوين دومين، يبقى ورك جروب او في بارامتر نتورك؟ الحكمه ان هو لو كان الراجل ده عندي في النتورك والراجل ده اتهاك، يبقى انا باي ديفولت هاكت مين؟ الدومين،
وكل السيرفرز دي. طبيعي عشان كده قال لك ان ده فيرست لاير اوف فاير وول، يعني ده بالنسبه لي الاكتشينج فاير وول، يعني الناس دي بمعنى صح بتقوم بكل الادوار. الكاس بيستقبل الناس من انترنال او من اكسترنال، الميل بوكس اي ميل بوكس انا عايز اكريته بيتخزن هنا، الهاب ترانسبورت ممكن يبعت لي ميل انترنال واكسترنال. طيب الميل وهو خارج هيتفلتر صح، الميل وهو داخل هيتفلتر. طيب هرجع اقول نفس الحته المهمه، ليه الايدج ده مش جوين دومين؟ مش جوين دومين عشان ده سكيورتي وايز، ان هو لو كان مع الاربعه رولز دول والراجل ده اتهاك حصل له حاجه، يبقى انا عملت هاك للانترنال نتورك كلها، عشان كده الراجل ده يبقى في ايه؟ ورك جروب. طيب عايزين برضو نتعرف بشكل بسيط كده اوكي، او ندي هيدلاينز ايه الجديد في 2010. قال لي حاجه اسمها ستورج اركيتكتشر، نيو فوكس اون داتابيز اتسلف نوت ستورج جروب. في اكشينج 2007 2003 كان في حاجه اسمها ستورج جروب، عباره عن كونتينر او فولدر بجمع فيه الداتابيس بتاعتي اوكي. وكان قال لك اتس ريكومندد انك تعمل لكل ستورج جروب جواها داتابيس واحده عشان تبقى اللوجز ليها هي لوحديها. قال لك خلاص بدل ما انت اصلا بتتكلم على ستورج جروب واحده جواها داتابيس واحده، طب انا خلاص انا هفوكس على ايه؟ الداتابيس نفسها، وعمل لها كونتينر وهلغي كلمه ايه ستورج جروب دي خالص، عشان كده ما بقاش في ايه ستورج جروب ديزاين وشالها خالص. بقى انا ممكن اعمل داتابيس فقط لا غير، ما اقدرش اعمل خلاص ايه ستورج جروب. الحاجه اللي انا قلت عليها من شويه وهي اللي هتخلي الشركات تنزل تشتري او تعمل ابجريد لاكتشينج 2010، الهاي افابيليتي والسايت ريزيلينسي، اللي هي ايه؟ كان انا عندي مشكله، انا قلت قبل كده كان انا عندي مشكله كاكتشينج ادمنستريتور ان انا ما يعني مش فاهم قوي في النتورك سيرفيسز، اللي هي ايه ان انا اعمل كلاسترنج والفيل اوفر اند سو اون. فكان لازم استعين باكتشينج او اسف بانفراستراكشر مانجر او ما هو مسؤول عن النتورك انفراستراكشر، عشان هو ده اللي يعمل لي فيل اوفر كلاستر اند سو اون. قال لك لا، احنا هنخلي التاسك ده مين اللي يعمله؟ الاكتشينج 2010 ادمنستريتور. طب انا عندي مشكله في الهاي افابيليتي، انا ما اعرفش اعملها عشان هي فيها اكتر من حاجه جواها. قال لك خلاص، في اكتشينج 2007 عملوا اكتر من هاي افابيليتي سولوشن، ان انا ممكن يعني ايه اهوست الكرنت داتابيز على نفس يعني نسخه تانية على نفس السيرفر، ودي اسمها ال سي ار، او اخد منها كابي تانية على سيرفر تاني ودي اسمها سي سي ار، او احط الداتابيز دي كلها على سان ستورج واعمل ايه اكتر من نود اكونكت عليها. فلقوا ان كل الهاي افابيلتي سولوشن دي الى حد ما مش عمليه، فطوروها فعملوا حاجه اسمها الداج، وهنتكلم عليها ليتر اون وهنشرحها بالتفصيل. وهي دي انا في رايي ان هي اعجاز الاكتشينج 2010، هي دي ان انا ممكن اعمل افيلابيليتي للاكتشينج بتاعي 24/7 بسوليوشن سهل جدا وريلايبل، وانا كاكتشينج ادمنستريتور ممكن اعمله بدون الرجوع للنتورك انفراستراكشر مانجر اللي هو ايه يساعدني. طيب حاجه ثانيه، ايه البرميشن؟ يعني يعني ايه برميشن؟ دلوقتي هسالني سؤال، طب مين يا عم بيمانج الاكتشينج؟ واحد بس؟ يقول لك لا، اربعه بس؟ لا،
هم فتحوا البرميشن، عملوا حاجه اسمها الار باك اللي هي اختصار الرول بيزد اكس كنترول، اللي هي ايه؟ انا بقى عندي اكتر من واحد ممكن يمانج الاكتشينج، وكل واحد فيهم ليه صلاحيات معينه، واحد ليه صلاحيات كبيره قوي، واحد ليه صلاحيات صغيره قوي، واحد ليه صلاحيات ميديوم اند سو اون. طب ايه اللي كمان احلى من كده؟ كمان انا ممكن اعمل حاجه بيرميشن كاستمايزبل، يعني تأييف. اجي اقول ان ايه؟ ان هيثم ده انا عايز اخليه مانج الايه؟ الاكتشينج، لكن انا مش هديله صلاحيات كبيره قوي ولا صغيره قوي، لا ده انا هقيف له كام صلاحيه يعملها، وهو الراجل ده هو ده اخره فقط لا غير، ما يقدرش يعمل الا 1 2 3. زمان كان انا عندي يعني ايه جروب واحد دي ليها صلاحيه ان تعمل 1 2 3 4 بس، جروب 2 تعمل كذا كذا. دلوقتي لا، انا ممكن كمان اعمل تأييف للايه؟ للصلاحيات، يعني بمعنى صح ممكن اعمل ايه؟ ابنى ترزي بيرميشن بمعنى صح. طيب ايه تاني؟ قال لك في الكنترول، قال لك انا باي ديفولت انا كان عندي طريقتين بعمل منهم مانجمنت للاكتشينج، حاجه اسمها الاكتشينج مانجمنت كونسول اللي هو الكونسول بتاع الاكتشينج اللي هو بينزل مع الاكتشينج، اللي انا بقدر افتح بيه الاكتشينج. وعندي برضو حاجه اسمها الاكتشينج مانجمنت شيل اللي هو كوماند لاين، اقدر امانج منه الايه؟ الاكتشينج. والجديد في اكتشينج 2007 و2010 ان مش كل حاجه تتعمل بالكونسول، لكن كل حاجه تتعمل بالشيل بالكوماند لاين. هم زودوا اسلوب جديد في المانجمنت اسمه الاي سي بي اللي هو اكتشينج كنترول بانل، لان ممكن اقدر امانج الاكتشينج بحاجه اسمها عن طريق الويب بيزد، عن طريق الويب. يعني انا كان عندي كونسول او كوماند لاين، زودوا كمان فيتشر اللي هو ايه؟ الويب بيزد عن طريق اي براوزر ممكن امانج الاكتشينج نفسه كادمنستريتور. طيب عملوا حاجات جديده خاصه باليونيفايد كوميونيكيشن بالفويس، ان انا ممكن اعمل ايه؟ لما اجي اسيب مثلا ايه رساله على التليفون، ايه اللي يحصل؟ هتتحول ك ام بي 3 فويس، وتحط اتاتشمنت في الميل بوكس بتاع الشخص اللي انا ايه سيب له ايه الرساله دي. وطبعا حصل انهانسمنت كتير جدا في اليونيفايد كوميونيكيشن رول.